تفضل. انا عم بختار هيك عشوائيا فما في ما في. مساء الخير. على علان جريده الانباط، سؤالي هل هنالك مباحثات تجري في الوقت الحالي لاعاده النظر بدعوه سوريا للقمه العربيه المقبله وشكرا. الأردن يستضيف القمة العربية كمضيف، التعامل مع الدعوات ينطلق من قرارات الجامعة العربية، نحن نلتزم بما أقرته الجامعة العربية سابقا ونتعامل مع هذا الموضوع وفق هذا السياق.